مشاهدينا أهلا بكم في أخبار الساعة من العربية، نستعرض ونرصد معكم أبرز المستجدات وفي العناوين. الجيش الإسرائيلي يقول إنه دمر بنية تحتية لحماس داخل مدارس شمالي غزة ويشن حملة اعتقالات في الضفة. مسؤول بالبيت الأبيض يقول إن واشنطن تسعى إلى إعادة إسرائيل وحماس إلى طاولة المفاوضات. أوكرانيا تقول إنها تصدت لهجمات روسية ليلية ب23 مسيرة وصاروخ كروز. البيبا يدعو إلى صياغة دستور ليبي دائم بالتوازي مع إجراء الانتخابات المرتقبة. مشاهدينا نرحب بكم. قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم 200 هدف لحركة حماس خلال سلسلة عمليات على مدار الساعات 24 الماضية. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري في بيان قال إنه جرى تدمير بنى تحتية عسكرية داخل مدارس في شمال قطاع غزة بحسب زعمه، وأضاف أن طائرة حربية هاجمت منصات لإطلاق الصواريخ وقذائف الهاون ووسائل حربية أخرى. وقال أيضا أن القوات البحرية هاجمت ليلا أهدافا تابعة لحركة حماس وبنية تحتية في منطقة ميناء غزة. من مدينة خان يونس ينضم إلينا مراسل العربية أحمد حرب. أحمد أهلا بك. أحمد، العنف كبير جدا في خان يونس خلال الساعات الأخيرة، كيف هي محاولات التوغل الإسرائيلية في هذه المناطق؟ ما الذي تخلفه أيضا الغارات الإسرائيلية على أهم البنية التحتية في خان يونس؟ نعم، هي ليلة صعبة صراحة عاشها سكان مدينة خان يونس من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه. الغارات الإسرائيلية استهدفت المنطقة الشرقية بشكل كبير، غارات عنيفة من الطائرات الحربية الإسرائيلية سواء كانت بالصواريخ أو بالأحزمة النارية التي استهدفت المنطقة الشرقية بشكل كبير. أيضا كان هناك استهداف لأراضي زراعية فارغة من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي، كان هناك استهداف لمنازل. أيضا الدبابات الإسرائيلية المتمركزة شرق خان يونس استهدفت منازل المواطنين بشكل كبير ومتواصل في ساعات الليل وحتى ساعات الصباح. وأيضا كان هناك اشتباكات دارت في ساعات الليل ما بين عناصر القسام والجيش الإسرائيلي، هذه الاشتباكات المستمرة منذ يومين في هذا المحور الذي يحاول الجيش الإسرائيلي التوغل من خلاله في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس. حتى اللحظة لم يحرز الجيش الإسرائيلي أي تقدم نحو المناطق الشرقية، يحاول هناك عمليات كر وفر ما بين الجيش الإسرائيلي وعناصر القسام في عملية التقدم نحو المناطق الشرقية. أيضا هذه الاشتباكات تمنع التقدم حتى هذه اللحظة للجيش الإسرائيلي، يحاول أيضا تكثيف الضربات من خلال الدبابات الإسرائيلية من خلال الطائرات الحربية لهذه المناطق التي أصبحت مخلاة من السكان. كل المناطق الشرقية تم إخلاء سكانها، أصبحت مناطق قتال الآن ما بين عناصر القسام والجيش الإسرائيلي. وبالتالي نحن نتحدث الآن عن محاولات للتوغل الإسرائيلي نحو المناطق الشرقية. حتى هذه اللحظة لم تنجح هذه المحاولات على الأرض على الرغم من تكثيف الضربات والغارات الإسرائيلية والأحزمة النارية في ساعات الليل بشكل كبير. يعني سكان مدينة خان يونس لم يناموا بسبب هذه الضربات والعنف في الضربات الإسرائيلية. المدفعية الإسرائيلية كانت تستهدف منازل المواطنين بشكل عشوائي في كل المناطق الشرقية لمدينة خان يونس. أيضا المناطق الغربية لمدينة خان يونس سكان مدينة حمد أيضا تم استهدافهم بالكثير من الغارات الإسرائيلية وأيضا الأحزمة النارية التي ضربت هذه المدينة بشكل كبير. وبالتالي هناك عملية إخلاء لكل هذه المناطق. جزء من النازحين توجهوا إلى هنا إلى مجمع ناصر الطبي الذي أصبح هناك تكدس وازدحام في النازحين. أيضا كان هناك توجه لمدارس الأونروا، وأيضا جزء من النازحين توجهوا إلى مدينة رفح إلى المدارس التابعة لوكالة الأونروا. وبالتالي في مدينة خان يونس العملية
العملية العسكرية الإسرائيلية مستمرة حتى هذه اللحظة. نعم. تم فصل المحافظة الوسطى عن المناطق الجنوبية من خلال تقدم الدبابات الإسرائيلية على شارع صلاح الدين من شرق دير البلح، وبالتالي نحن نتحدث عن ساعات وأيام قادمة ربما تفصل مدينة خان يونس. نعم. عن عملية عسكرية موسعة النطاق داخل مدينة خان يونس. شكرك جزيلا، كنت معنا من مدينة خان يونس مراسل العربية أحمد حرب. شنت إسرائيل غارات عنيفة على دير البلح وسط قطاع غزة وأسفلت عن قتلى وجرحى، وأفادت مراسلة العربية بأن طائرات إسرائيلية تنفذ أحزمة نارية كثيفة شمالي المحافظة الوسطى وأيضا جنوبها، كما سمع عدوي انفجارات متتالية في مخيم جباليا شمالي مدينة غزة، حيث سقط قتلى وجرحى في غارة على حي القصصيب بالمخيم. هذا ويتولى أو يتواصل القصف المدفعي الكثيف بالتزامن مع الاشتباكات في حيي الزيتون والشجاعية شرق مدينة غزة. لا إله إلا الله. فينش كيف ترى فين اللي ورا؟ يا رب يا رب. يا رب. أحد الله. يا رب الله. بس حوالين. أحد الله خمس. وينضم إلينا من حدود قطاع غزة مدير مكتب العربية في فلسطين زياد حلبي. زياد أهلا بك. زياد، قبل قليل وفي خبر عاجل يعني تم التأكيد على أن صفارات الإنذار تدوي من جديد في العديد من مناطق أو مستوطنات غلاف غزة، كيف هو الوضع الآن في هذه المستوطنات وعن أي مستوطنات بالتحديد الحديث؟ قبل قليل انطلقت سفارات الانذار بسبب اطلاق عدد من الصواريخ على مستوطنات قريبة من حدود قطاع غزة. هذا يحدث للمرة الثانية منذ ساعات الصباح. ايضا قبل اكثر من ساعة جرى استهداف مستوطنات مثل مستوطنة نريم ومستوطنات اخرى، سقطت عدة صواريخ في محيط تلك المستوطنات، لم يتم التبليغ عن اصابات. طبعا هذه المستوطنات في معظمها الان اصبحت سكنات عسكرية لا يسكنها المستوطنون. نعم زياد، يعني الآن على المستوى السياسي، الإعلام الإسرائيلي كان قد أورد أخبارا عن كون نتنياهو طلب من الوزراء وأيضا من النواب بعدم انتقاد القوات الأمنية الإسرائيلية. ما الذي أحدثه هذا الكلام، كلام نتنياهو وتعليماته الجديدة داخل هذه الأوساط؟ اعتبره الإعلام الإسرائيلي أمرا طريفا لا يخلو من المزاح، لأن نتنياهو هو أكثر الشخصيات السياسية الذي كان يقدم إحاطات ضد قيادة الجيش والاستخبارات في محاولة منه لتحميل هؤلاء مسؤولية الفشل غير المسبوق في تاريخ إسرائيل عمليا. ولهذا الإعلام الإسرائيلي انتقد هذا التصريح، لأنه عمليا يعني نتنياهو هو أكثر الوزراء الذين كانوا يفعلون ذلك. ليس ذلك فقط، هو على خلاف شديد مع وزير الدفاع الإسرائيلي أيضا. جزء من الخلاف هو لهذا السبب، لأن نتنياهو يحاول أن يلقي باللائمة على المستوى العسكري والأمني، فيما أن طبعا المسؤولية الأساسية تبقى للمستوى السياسي في إسرائيل. بالنسبة أيضا زياد فيما يتعلق بالبيت الأبيض، كان قد أكد بأن لديه اعتقادا بأن إسرائيل تقبلت مطلب عدم المساس بشكل كبير بالمدنيين في قطاع غزة، وأيضا يعني كان هناك نقاش معها بشأن مواصلة الإمدادات والمساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة باتجاه قطاع غزة بنفس الوتيرة التي كانت عليها تقريبا أثناء فترة الهدنة. يعني ما مدى دقة هذه المعطيات، وكيف هو التفاعل الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية مع المطالب الأمريكية؟
هذا سنرى على الأرض، يعني لا نستطيع أن نقول بأن هذا الحديث دقيق أم لا، هذا سيتضح على الأرض في الأيام المقبلة في الهجوم البري على خان يونس وجنوب قطاع غزة. المصادر المختلفة في إسرائيل كانت تتحدث على أن الإسرائيليين يصغون تماما للأمريكيين، لكن ليس بالضرورة أن يتبنوا المطلب الأمريكي في هذا الاتجاه، لأنه لا يمكن إدارة حرب في الجنوب بشكل يعني يمنع ربما المساس بالمدنيين، لسبب بسيط بأن إسرائيل عمليا زجت بجميع المدنيين في قطاع غزة تقريبا في المنطقة الجنوبية، أجبرتهم على النزوح من الشمال إلى المنطقة الجنوبية. لهذا هذا من الناحية العملية قد لا يكون ممكنا في الأساس، ولكن مع ذلك يقولون في إسرائيل بأنهم يصغون تماما إلى ما يقوله البيت الأبيض. نشكرك جزيلا، كنت معنا من حدود قطاع غزة مدير مكتب العربية في فلسطين زياد حلبي. وأظهرت مقاطع مصورة اشتعال النيران في مبنى سكني في حي الشجاعية شمالي قطاع غزة. أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اتصال مع نائبة الرئيس الأمريكي كمالا هاريس على رفض أي مخططات لفصل أو احتلال أو عزل أي جزء من غزة أو أي تهجير قسري لسكانها. وبحسب بيان للرئاسة الفلسطينية أكد عباس الاستعداد للعمل من أجل تنفيذ حل الدولتين المستند إلى قرارات الشرعية الدولية، بدءا بحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة قرار من مجلس الأمن. أفاد المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي بأن الحكومة الأمريكية تبذل ما بوسعها لإقناع إسرائيل وحماس باستئناف المفاوضات لوقف القتال مرة أخرى، مضيفا بأن واشنطن تحاول قدر استطاعتها إعادة الطرفين إلى الطاولة لإحراز أي تقدم بما في ذلك حول تبادل المزيد من الأسرى بين الجانبين. اقتحمت قوات إسرائيلية بلدة قفين شمال مدينة طولكرم بالضفة الغربية، وذلك وسط إطلاق كثيف للرصاص. وفي مدينة جنين اشتبك شبان فلسطينيون مع القوات الإسرائيلية التي اقتحمت المدينة وألقت على آلياتها قنبلة يدوية، هذا وأفاد شهود عيان بسماع دوي صفرات إنذار بالمستوطنات المجاورة لمدينة جنين أثناء الاقتحام الإسرائيلي للمدينة. أظهرت صور لحظة قيام قوات إسرائيلية بمحاصرة أحد المباني في قلقيليا شمالي الضفة الغربية، حيث جرى تبادل لإطلاق النار. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن شابين اثنين قتلا إثر هذه المواجهات. من الضفة الغربية إلى غزة مجددا، حيث تتجدد المخاوف من تعميق آلام القطاع الصحي في قطاع غزة، حيث استهدفت القوات الإسرائيلية البوابة الشمالية من مستشفى كمال عدوان في جباليا شمال القطاع، وفارق الحياة بسبب هذا الصاروخ 4 أشخاص و9 جرحى على الأقل في المستشفى الذي نزح إليه أكثر من 10,000 شخص والتجأوا إليه طلبا لأمان لم يجدوه. ووصف المكتب الإعلامي في غزة القصف
وصف الذي استهدف مستشفى كمال عدوان بأنه انتهاك خطير للقانون الدولي والإنساني، مضيفا أن تركيز إسرائيل على تدمير المراكز الطبية يدل على وجود خطة إسرائيلية معتمدة للقضاء على القطاع الصحي بما في ذلك مباني المستشفيات. أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن الجيش الإسرائيلي قصف مستشفى كمال عدوان كما ذكرنا في غزة، وصفا هذه العملية بالاستهداف أو هذا الاستهداف بالانتهاك الخطير للقانون الدولي والإنساني. المكتب الإعلامي أشار أيضا إلى استهداف المستشفى وبكونه يدل على وجود خطة إسرائيلية متعمدة لاستهداف القطاع الصحي والقضاء عليه. نتابع. مستشفى كمال عدوان، تعال يا شباب سينا قسم مستشفى كمال عدوان. يا الله الاحتلال يقصف امام بوابة مستشفى كمال عدوان. يا الله ومع استمرار التصعيد على حدود لبنان الجنوبية بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت أطراف بلدة الخيام ومنطقة السهل في القطاع الشرقي من جنوب لبنان في الساعات الأولى من صباح اليوم. تشهد المحال التجارية أو ما تبقى مفتوحا منها في قطاع غزة ندرة في المواد الغذائية الأساسية، حيث عاد الوضع إلى سابقه مع استئناف الحرب، خصوصا وأن المساعدات التي دخلت القطاع خلال الهدنة لم تلبي الاحتياجات. كاميرا العربية تجولت في أحد شوارع دير البلح ورصدت الوضع مع الصحفية خولة الخالدي. نحاول البحث عن أحد المحال التجارية التي تفتح أبوابها حتى هذه اللحظة، مع ملاحظة أن هناك عشرات المحلات التجارية التي أغلقت أبوابها نتيجة لفقدان أعداد كبيرة من المواد المستلزمات الغذائية والبضائع المختلفة. هذا هو حال شوارع دير البلح التي تكتظ بالنازحين والمصابين والباحثين أيضاً عن لقمة العيش اليومية. هذا أحد المحال الذي وجدناه بعد أن قطعنا مسافة طويلة حقيقة من أجل أن نرى ما هي طبيعة المستلزمات والمواد التي ما زال يعرضها داخل أرفف المحلات. فيما يبدو أنه فارغ. هذه المحلات كانت قبل الحرب ممتلئة بشكل يومي وبالكامل بكافة المواد الغذائية، ولكنها الآن فارغة تماما. مرحبا. أهلين. مرحب. احكي لي على شو بالدوري. الأشياء الأساسية للبيت، بهارات، ملح، السكر، الأشياء هاي، فيعني هاي اللي بنلاقيه. لقيتي ملح ولقيتي سكر؟ لا، هذا زمان وبلا. لقيتي خميرة؟ والله آخر إشي جبناه امبارح خميرة، كانت منقرضة وبسعر الضعف كمان. يعني زمان كان الباكيت 5 شيكل، الآن 50 أضعاف. والملح مش موجود؟ لا، مش موجود للأسف. العافية. شو جاي تشتري؟ سكر وسيرج. صرنا من الصبح باللفلف على الفاضي، ولقينا بنلاقي الاشي غالي وكله يعني مخزن، وهذا يعني بدنا حل. كم محل لفيت؟ تقريبا 23 25 محل من الصبح انا بلفلف. ولا محل لقيت فيه سكر او سيرج؟ والله ولا محل. بقدرش اقول غير حسب الله ونعم الوكيل. يعطيك العافيه. طبعا هنا يحاول المواطن الفلسطيني البحث عن الكثير من المنتجات ولكنه في الواقع لا يجد. يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. الله يسلمك. على شو بتدور؟ والله أنا صاحب محل، تمام، ولكن في ظل الظروف الصعبة هذه اللي احنا قادرين نجيب، بدنا نساعد إنسان مواطن عادي، ولا إنه حتى إنه الظروف الصعبة هذه إنه معاه مصاري مش عارف إيش نجيب، تمام؟ يعني الوضع عن جد صعب جدا والله. شو أبرز الأشياء والمواد الغذائية المفقودة اليوم من الأسواق؟ السكر، معلبات، الملح، الخميرة، يعني الإشي الأساسي للبيت. يعني أنت بدك خميرة بتعرفش تعجن، فيش خميرة بتعرف تعمل خبز ولا تعمل حاجة، سكر لن تعرف تعمل لك كوباية إنك تقعد كويس ولا تخمخم، يعني الوضع صعب، خليه على الله. شكرا جزيلا لك. طبعا مشاهدينا الكرام بنشوف انه هذه المحال التجاريه اللي كانت دائما وابدا ممتلئه بكل المواد الغذائيه اللازمه للاسر الفلسطينيه اليوم باتت تفتقد لابسط المقومات وهي الملح والخميره، ولك ان تقيس على كافه المنتجات الغذائيه التي يتعامل معها المواطن.
المواطن الفلسطيني طيلة أيام هذه الحرب، وهناك فعليا تخوفات من ازدياد هذه الأزمة بشكل واضح. لقناتي العربية والحدث حول الخالدي غزة. أكد المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا كاظم أبو خلف للعربية، أكد أن قطاع غزة بات يحتاج لأكثر من 800 شاحنة مساعدة يوميا من أجل إنعاش قطاع غزة. الآن بعد كل هذا الدمار، ونحن نتحدث عن دمار كبير، يعني في بعض التقارير يقال بأن 60% من الوحدات السكنية في قطاع غزة إما أنها يعني تدمرت أو تعرضت للأضرار. بعد كل هذا الدمار حتى العودة إلى سقف 500 و600 شاحنة في اليوم لم يعد أبدا مقبولا. نحتاج إلى 800 و900 شاحنة و1000 شاحنة كل يوم لشهور حتى يستعيد القطاع بعضا من توازنه، وليس 100 شاحنة هنا و100 شاحنة هناك. مشاهدينا نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. فصائل عراقية مسلحة تتبنى هجمات ضد قاعدة عين الأسد، وواشنطن تقول إنها نفذت عملية في العراق دفاعا عن النفس. ولدينا أيضا ترامب يستخدم استراتيجية قلب الطاولة على منافسه بايدن. مشاهدينا نرحب بكم من جديد. مع دخول الحرب يومها 59 وسعت إسرائيل عملياتها البرية لتشمل قطاع غزة بأكمله، حيث ركز الجيش الإسرائيلي غاراته المكثفة على الجنوب للمرة الأولى منذ بداية الحرب، وأعلن الجيش عن مقتل 3 جنود إسرائيليين في معارك وسط وشمالي قطاع غزة. وعلى وقع هذه الأنباء برزت مؤشرات جديدة على تمدد النزاع في المنطقة. وفي العراق قتل 5 أعضاء من جماعة مسلحة عراقية موالية لإيران في منطقة واقعة إلى الشمال من كركوك وفق 3 مصادر أمنية عراقية، وقد قالت إن ضربة جوية أمريكية أدت إلى ذلك، إضافة إلى تسجيل حادثة أخرى في البحر الأحمر، حيث أكدت القيادة المركزية الأمريكية وقوع 4 هجمات على 3 سفن تجارية في المياه الدولية جنوب البحر الأحمر، واتهمت في بيان الحوثيين بالوقوف وراء تلك الهجمات بدعم إيراني، مؤكدة أن واشنطن تدرس رد الفعل المناسب بالتشاور مع حلفائها وأيضا شركائها. شعارات ميليشيات إيران في المنطقة تسقط تباعا بعد أن سقط شعار وحدة الساحات. الميليشيات المدعومة من طهران تعيش حالة من الفوضى والتطاحن اللفظي والمشاحنات حول من هاجم القواعد الأمريكية. فخلال أيام وقف إطلاق النار في غزة جنح قادة جماعات مسلحة إلى التقليل من شأن بعضهم البعض وإفشاء أسرار الأطراف الأخرى، كما فعل الأمين العام لكتائب حزب الله العراقي من خلال عده للجماعات التي شاركت في مهاجمة القواعد الأمريكية واستثنائه أخرى. لكن سرعان ما ردت ميليشيا عصائب أهل الحق بالقول إن الأمر لا يعدو أن يكون غياباً للشعور بالمسؤولية وعدم اعتراف بالوقائع على الأرض. الانقسامات تجلت في بيانات الميليشيات التي تعارضت بشكل كبير، ففي الوقت الذي دعت بعضها للتهدئة وخفض نسق الهجمات على القواعد الأمريكية، أكدت أخرى ضرورة التصعيد ضد الأصول الأمريكية، بل وإعلان الحرب على القواعد الأمريكية في العراق وسوريا. حدة الانقسام لم تتوقف هنا، بل شملت الجماعة الواحدة بين من يدعو للتهدئة ومن يسعى لعكس ذلك. المشاحنات بين الميليشيات التابعة لإيران تظهر بشكل جلي أن أقصر توقف في العمليات يتسبب كالعادة في انقسامات بينها، وتنذر بإمكانية قيام مواجهات مسلحة بين هذه الميليشيات في المستقبل وفق محللين، رغم أن الداعم يبقى واحدا إيران. بلال البجديني، العربية. عمليات النزوح في قطاع غزة تتواصل وبشكل كبير في الفترة الأخيرة. دعونا نتابع هذه المشاهد. عندك هنا نازحين من غزة في خان يونس، فيعني خان يونس وغزة بدهم يرحلوا على رفح. هل ما نقول رفح
تستوعب خان يونس وغزة والجماهير هذه والمواطنين هذه. اليوم رموا مناشير لبنسيلة، بنسيلة عبسان معن كله يخلي إلى رفح. يعني وين نروح في رفح؟ فيش حياة، فيش مي، فيش كهرب، ولا أي إشي في عنا. مع عودة نيكي هيلي لمنافسة الرئيس السابق دونالد ترامب على بطاقة الترشح عن الجمهوريين للرئاسة، تزداد هجمات المرشحين تجاه هيلي. نتابع. تستمر نيكي هيلي على خط واحد لنزع بطاقة الجمهوريين للترشح للرئاسة في تقدم مستمر على رون دي سانتيس في السباق الانتخابي، لكن عجلتها المتسارعة تتعرض لهجمات من خارج الصفوف الجمهورية بل ومن داخلها أيضا. فدي سانتيس بات يلاحق سجلها كحاكمة لولاية كارولاينا الجنوبية معلقا ومنتقدا. أما ترامب الذي ما زال في صدارة قائمة الجمهوريين اتهمها بمناصرة العولمة والقلق حول ازدهار الدول الأخرى، لكن هيلي تمارس استراتيجية استعراض المنجزات لدحض الهجمات عنها، خاصة مع ازدياد الزخم الجماهيري حولها مؤخرا إثر المناظرات الجمهورية الثلاث. هؤلاء كلهم يعرفون أننا نتقدم في استطلاعات الرأي، ولذلك بدأوا هجماتهم. ترامب قال إنه يدري كم أنا قوية فيما يخص ملف الصين، وكنت أكثر قسوة منه على الصين. أما سجلي كحاكمة فهو واضح، لقد أخذت ولاية تعاني من البطالة بنسبة 11% وقمنا بتخفيضها إلى 4. كنا معروفين باسم وحش جنوب شرق البلاد لأننا خلقنا الكثير من فرص العمل. أنا فخورة بسجلي. ويبدو أن هيلي لم يقتصر انتشارها بين الجمهوريين، بل يراها بعض الديمقراطيين بديلاً لترامب، بالرغم من اكتسابها لدعم شبكة كوك المحافظة وهي الأكبر في الولايات المتحدة. على سبيل المثال جيمي دايمون الديمقراطي الذي فضل هيلي على ترامب في مواجهة بايدن. منافسة شرسة تستدعي الاستمرار في مواجهة هجمات المرشحين، لكن تصريحات هيلي ركزت على مصلحة الولايات المتحدة وجعل الأمريكيين فخورين وأقوياء، أكانوا من الجمهوريين الديمقراطيين أو المستقلين، مرحبة بدعمهم. إيفا عمر، العربية. ومع بدء العد التنازلي للانتخابات الأمريكية، يصعد المرشحون الرئاسيون من جهودهم الدعائية، بينما يصعد ترامب من جهوده الدفاعية لمواجهة كم من هائل من الاتهامات والقضايا. في الحرب كل له استراتيجيته، وفي حرب انتخابات الرئاسة الأمريكية ينتهج الرئيس السابق دونالد ترامب استراتيجية قلب الطاولة على خصومه. فالرجل الذي يواجه العديد من التهم في أروقة المحاكم الأمريكية يرى إلى جانبها تهماً من فريق الحزب الديمقراطي بأنه يشكل خطراً على مبادئ الديمقراطية الأمريكية في حال انتخب رئيساً. لكنه عكس اتجاه السلاح واتهم متهمه بالعبارات ذاتها، استراتيجية ليست بالجديدة على ترامب، لكنها بدت جلية بشكل أكبر في خطابه في ولاية أيوا والتي ستكون انطلاقة الانتخابات الأمريكية منها. جو بايدن ليس المدافع عن الديمقراطية الأمريكية. جو بايدن هو مدمر الديمقراطية الأمريكية، هو وداعموه هم هادموا الحلم الأمريكي. استراتيجية قد تكون مجدية في الواقع على الرغم من أنها مبنية على الإنكار، فالخبراء والمحللون يرون أن ترامب قد يؤثر على رأي الناخبين بالتركيز على فكرة الديمقراطية في وجه السلطوية. منذ أن وصل المحتال جو بايدن إلى السلطة قام بتسليح الحكومة ضد خصومه السياسيين مثل طاغية شيوعي من العالم الثالث. تهم ترامب بحق بايدن ليست حكراً على الفريق الجمهوري، بل إن بعضاً من الديمقراطيين أيضاً عززوا تلك النظرية، كماريان ويليامسون المرشحة الديمقراطية التي اتهمت بايدن بالاستبدادية واضعة إياه في خانة المقارنة مع الاتحاد السوفيتي سابقاً. إيفا عمر، العربية.
كشفت السلطات الفرنسية عن هوية منفذ هجوم باريس بالقرب من برج إيفل، وهو عنصر فرنسي من أصل إيراني اعتنق الإسلام عام 2015 وينحدر من عائلة غير متدينة يعاني من اضطرابات نفسية، فيما رجحت السلطات الأمنية بأن المهاجم يحمل أفكار تنظيم داعش. إيفل، نفذ شاب فرنسي من أصل إيراني هجوما بالسكين والمطرقة استهدف بعض المارة. في هذا الهجوم قتل سائح ألماني وأصيب آخران، حالتهما الصحية مستقرة بحسب السلطات. حصيلة الهجوم لم تكن كبيرة، لكنها جاءت ثقيلة على الجهات الأمنية. منفذ الهجوم قدم نفسه على أنه أبو طلحة الخرساني، في ذلك نجد مرجعا إلى تنظيم داعش الإرهابي الذي ينشط حاليا في أفغانستان وبايعه منفذ الهجوم. وفي وضع أمني حساس تعيشه فرنسا نتيجة الحرب الإسرائيلية على غزة، لم تستبعد فرضية تأثر المهاجم بما يحدث هناك، كما أن وسائل أعلام فرنسية نقلت عن مصادر مقربة من التحقيق قول منفذ العملية إنه سئم مشاهدة المسلمين يموتون في فلسطين، أقوال لم يؤكدها المدعي العام لمكافحة الإرهاب، ولم يقلها منفذ الهجوم في مقطع مصور نشره على موقع إكس قبل تنفيذه للعملية. منفذ العملية ينحدر من عائلة غير متدينة، وقد تحول إلى الإسلام في سن 18 عام 2015 وانغمس سريعا في الإيديولوجيا الجهادية. بعد الهجوم عقد اجتماع أمني لبحث الإجراءات المتخذة من قبل السلطات، خصوصا وأن موسم الأعياد على الأبواب، فضلا عن أن فرنسا بدأت استعداداتها الأمنية لاستضافة الألعاب الأولمبية، وسط مطالبات بضرورة وضع خطط بديلة في حالات الطوارئ. فادي الدهوك، العربية، باريس. مشاهدينا، بالعودة إلى التطورات على مستوى البحر الأحمر وتهديدات الحوثية، ينضم إلينا من القاهرة الدكتور أحمد سيد أحمد، الباحث في الشؤون الأمريكية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. سيد أحمد، أهلا وسهلا بكم. يعني بداية، التهديدات والقلق الدولي والأمريكي كبير بشأن هذه التهديدات الحوثية في منطقة البحر الأحمر. إلى أي حد ستكون التحركات العسكرية الأمريكية حاسمة في صد هذه التهديدات، وأيضا بشكل مضبوط ومنضبط دون فتح شرارة؟ تحياتي لك رجاء ولكل مشاهدي قناة العربية الكرام. في الواقع أن الرد الأمريكي أو الاستراتيجية الأمريكية في البداية أولا نفت أي ضلوع لطهران فيما يتعلق بهجمات العملية الأقصى. الأمر الثاني، من الناحية العسكرية اعتمدت على سياسة رد الفعل، ويعني كان ردا متواضعا عندما تقوم الميليشيات التابعة لإيران سواء في سوريا أو في العراق أو في اليمن باستهداف المصالح الأمريكية والقواعد الأمريكية، أيضا تقوم بالرد واستهداف هذه الميليشيات. وبالتالي رأينا هذا تكرار هذا السيناريو، أكثر من 70 هجوم منذ 7 أكتوبر على قواعد أمريكية وعلى أهداف أمريكية، وكان الرد الأمريكي أيضا باستهداف ومقتل كثيرين المسلحين كما حدث في سوريا. لكن في الأسابيع الماضية خاصة بعد استئناف الهدنة، وعلى فكرة وقت الهدنة وقفت هذه الهجمات، بعد انهيار الهدنة عادت هذه الميليشيات إلى استهداف المصالح الأمريكية وتوسيع هذه الأهداف لتشمل ليس فقط القوات الأمريكية في العراق أو في سوريا، وإنما تجاوزت وبدأت تتجه إلى استهداف سفن تجارية سواء تابعة لإسرائيل أو تابعة لحلفاء لإسرائيل، أو حتى الآن استهداف مصالح أمريكية مباشرة كما رأينا في المدمرة يو إس كارني وسفن تجارية تابعة لأمريكا. وبالتالي هنا بدأ الخطاب الأمريكي يتغير، أولا لأول مرة يتهم إيران بشكل مباشر وصريح بأنها تقف وراء هذه الهجمات، لأنها لو كما تقول القيادة المركزية لم تكن تحدث هذه الهجمات من الحوثي أو هذه الميليشيات لولا دعم أو تحريض وضوء أخضر من إيران. وبالتالي هنا أنا في اعتقادي الاستراتيجية الأمريكية في المرحلة المقبلة ربما تتغير، لأن كانت تعتمد على أن لم يقع قتل أمريكيين في الهجمات، وبالتالي لم يكن يحرك هذا اتخاذ
كانت تتبنى سياسة رد الفعل، الآن أعتقد أنها ستتجه إلى سياسة استراتيجية الهجوم، خاصة بعد أن طال الاستهداف المصالح الأمريكية مباشرة، لأن عدم رد أمريكا سيضعها في موقف محرج. الأمر الثاني سيشجع كمان ويدفع هذه الميليشيات إلى تكرار هذه الهجمات، وبالتالي الآن هي بين نارين، بين اتخاذ موقف حاسم ورد فعل الاستهداف، وهنا النقلة الأخرى متعلقة بإيران، لأن الحرب الآن هل ستقتصر فقط على وكلاء إيران، ميليشيات الحوثي والميليشيات العراقية والميليشيات في سوريا وميليشيا حزب الله، أم ستتجه ربما إلى تصعيد الموقف؟ أمريكا حريصة حتى الآن على عدم توسيع الصراع في المنطقة أو الدخول في حرب أو مواجهة مع إيران، وإنما تعتمد الآن على الأزرع، لكن بدأت هذه الأزرع تحرج أمريكا، بدأت تشكل تهديد حقيقي ورادع، أو يعني تحرج القوى الأمريكية أنها الآن لا تتخذ مواقف، وبالتالي أتوقع في الفترة المقبلة أن يكون هناك تحرك عسكري أمريكي ضد ميليشيا الحوثي، لأن أيضا أمن البحر الأحمر يمثل خط أحمر ونقطة مهمة، لأنه ليس فقط يستهدف الميليشيات أو الأهداف الأمريكية، وإنما يستهدف أمن البحر الأحمر، وهذا نقطة خطيرة، وبالتالي ربما نشهد تحرك عسكري أمريكا أكبر في البحر الأحمر لتأمين الملاحة وانتشار عسكري في باب المندب، وأعتقد أيضا العمل على دكتور أحمد، يعني كان مسؤول عسكري أمريكي قد أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة نفذت ضربة قالت إنها دفاعا عن النفس في العراق ضد موقع إطلاق طائرات مسيرة، كيف يمكن قراءة ذلك؟ يعني في الواقع أن هذه في إطار الاستراتيجية الأمريكية تقول أنها تدافع عن نفسها وأنها رد فعل أن هناك مسيرات انطلقت من اليمن من ناحية، من العراق أيضا، ورأينا في الشهر الماضي استهدفت كثير من المواقع تابعة لميليشيات تابعة لإيران بشكل مباشر، وما يسمى فصيل أو يعني المقاومة الإسلامية في العراق أيضا تم استهداف بشكل مباشر، لكن هذه حرب بالوكالة بين إيران وبين أمريكا ربما قد تتطور إلى بشكل أخطر، وأن أمريكا الآن تبرر أن ما تقوم به أو من ضربات ربما في الفترة المقبلة بأنها دفاع عن النفس وأنها توجيه ضربات، لكن أنا في اعتقادي أيضا النقطة المهمة هو أن الاستراتيجية الأمريكية فيما تعلق بالحرب على غزة هي أيضا أخطاء استراتيجية، لأن استمرار عدم وقف إسرائيل والقصف على غزة هو بيغذي بيئة العنف وبيعطي فرصة وزريعة لميليشيات مسلحة وفصائل لتتخذ من القضية الفلسطينية، وهذا الأمر المبرر لعملها، وبالتالي هنا التحرك الأمريكي ينبغي أن يكون على مستويين، المستوى العسكري وربما كما تقول مواجهة هذه الميليشيات، والمستوى الآخر العمل على وقف هذا العدوان الإسرائيلي على غزة، لأنه يغذي بيئة العنف والتطرف في المنطقة ويوسع به حرب إقليمية. نشكرك جزيلا، كنت معنا من القاهرة الدكتور أحمد سيد أحمد، الباحث في الشؤون الأمريكية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا أطلقت خلال الليل 23 طائرة مسيرة وصاروخ كروز واحد، وأضافت أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت الصاروخ و18 مسيرة قبل بلوغ أهدافها، وذكرت القوات الجوية الأوكرانية أنها نشرت أنظمة الدفاع المضاد للطائرات في 9 مناطق على الأقل بأوكرانيا. ومر أكثر من عام على إعلان روسيا القيام بتعبئة جزئية في صفوف قوات احتياطها، العملية نجحت في تجنيد أكثر من 300,000 مقاتل، قالت وزارة الدفاع الروسية إنهم لن يخدموا في الجبهة وسيعودون إلى بيوتهم بعد أشهر قليلة، أمر لم يحدث حتى الآن، حتى أن بوتين وفي لقاء مع المدونين قال إن المجندين سيخدمون في الجيش حتى نهاية الحرب. نتابع المزيد مع حسان بولوس. بما أن الرجال لا يسمع لهم صوت في الجبهة، خرجت النساء في مدن روسية عدة للمطالبة بإعادة أبنائهن وأزواجهن تطبيقا لحق التداول على الخدمة بين أبناء الشعب، فحتى مقاتلو فاغنر من المساجين تم عفاؤهم بعد 6 أشهر من التجنيد. الاحتجاجات رفعت فيها لافتات تندد بما وصفوه بالتجنيد المؤبد الذي يعيشه أزواجهن، وإن لم تحمل هذه التجمعات أي شعارات ضد الحرب أو معارضة للكرملين، لكن اقتراب الانتخابات الرئاسية جعلها تأخذ بعدا آخر. موقع فريسكا الروسي المعارض نقل عن مسؤولين رفيعين رفضا الإفصاح عن هويتهما أن الكرملين يعتبر عائلات المجندين فئة اجتماعية
قد تمثل عائقا كبيرا أمام انطلاق حملة بوتين الانتخابية. وسائل إعلام الروسية يمينية عملت بشدة على تشويه سمعة المحتجات، ووجهت لهن اتهامات عديدة مثل تنفيذ أجندة الغرب في زمن الحرب، وإن ما يطالبون به لا يعبر عن إرادة الجنود. لكن حركة نساء المجندين توسعت خاصة في روسيا العميقة، ولمواجهة الأزمة ذكر نفس المصدر لفيرسكا أن الكرملين طلب من السلطات المحلية دفع الأموال لعائلات المجندين مقابل الكف عن الاحتجاج. شراء الصمت بالمال لم يحقق النتائج المرجوة، كون النسوة اعتبرن التجنيد المستمر يشكل خطرا على حياة المجندين، ولا ينفع مع ذلك الإغراء بالمال. المحتجات تم استدعاؤهن لمسيرة الحزب الشيوعي المعارض، والتقينا برئيس الحزب غياندي زوغانوفا الذي أكد هو الآخر أن انتصار النازيين إن حصل لا ينفع معه وجود الأزواج بالقرب منهن. مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. الصين تتهم سفينة حربية أمريكية باختراق مياهها الإقليمية. ولدينا أيضا لأول مرة منذ مايو 2022 عملية بيتكوين الافتراضية تتجاوز حاجز 40,000 دولار. مشاهدينا، نعود إليكم ونتابع هذه الكلمة لرئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد الشري في مستهل الجلسة للحكومة. وما يقوم به جيش الاحتلال حاليا في حشر المواطنين ودفعهم باتجاه مدينة رفح لهو أكبر دليل على نية التهجير. نحن كذلك في مواجهة إعادة احتلال القطاع، وفي مواجهة مخططات خلق مناطق عازلة داخل قطاع غزة. هذه قضايا نرفضها رفضا تاما، ونحث العالم على رفضها، ونشكر الدول التي تتصدى معنا لهذه المخططات، ونحيي شعبنا وأهلنا في غزة على صبرهم. غزة أحبطت محاولات التوطين عدة مرات، واليوم تحبطها مرة أخرى. المناطق العازلة تقضم غزة، مساحة غزة بحاجة إلى توسعة استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة. كانت مساحتها حوالي 555 كيلومتر مربع، واليوم مساحتها 364 كيلومتر مربع. من المؤسف والمشين أن بعض الدول تطالب إسرائيل بترشيد القتل، بأن تقتل إسرائيل عددا أقل وأن يكون التدمير أقل. مثل هذه المواقف هي تشريع للقتل، وعلى هذا العالم أن يطالب إسرائيل بوقف العدوان والقتل والتدمير فورا. أول أمس طلبنا من المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية الإسراع في إجراءات التحقيق، وقال له الرئيس أن تأخير العدالة يعتبر تغييبا وتقويضا لها، وأن عدم معاقبة إسرائيل على جرائمها في الماضي جعلها تتمادى في الحاضر، وأنها تتصرف كدولة فوق القانون منذ 75 عام. ونحن لم نخترع المحكمة الجنايات الدولية، وعندما قمنا بالانضمام لها عوقبنا على ذلك، لأن هناك من يريد احتكار دور الضحية ولا يريد للعالم أن ينتبه لآلامنا. وقلنا للمدعي العام أن فلسطين امتحان للقانون الدولي ولمصداقية المحكمة، فإما أن تفشل في الامتحان أو أن تثبت للعالم أنها ليست أداة بيد أحد وأنها ليست مسيسة، وننتظر لنرى. نعرب عن التقدير والشكر لكافة الدول والشعوب والمؤسسات والهيئات التي أحيت اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وخرجت بمظاهرات حاشدة في عواصم العالم. وبهذه المناسبة أكدنا ونؤكد على أن هذا هو الوقت للتضامن الحقيقي والفعلي مع الشعب الفلسطيني، من خلال الضغط لوقف العدوان وحماية أهلنا في الضفة وغزة والقدس. بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي صادف أمس، فإننا نؤكد أن جرائم الاحتلال وممارساته
وانتهاكاته وسياسة القتل التي يتبعها هي السبب الأكبر وراء حالات الإعاقة في فلسطين، وخصوصا في ظل جرائم الإبادة والقتل وقصف المدنيين في غزة. وبهذه المناسبة نتوجه باسم مجلس الوزراء بالتحية إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين، ونؤكد لهم أنهم شريحة مهمة من شرائح المجتمع قدمت ولا تزال الكثير من التضحيات، وسوف نقف عند مسؤولياتنا تجاههم. يستنكر مجلس الوزراء الاعتداءات الوحشية بحق الأسرى التي أدت إلى استشهاد 6 منهم وإصابة المئات بجروح وكسور وردود، إضافة إلى تجويعهم من خلال تقليص حاد في كميات الطعام والملابس. أدعو الصليب الأحمر والأمم المتحدة للتدخل العاجل لوقف هذه الإجراءات المجرمة. يتابع مجلس الوزراء قضايا إغاثة أهلنا في قطاع غزة والأوضاع الأمنية والسياسية والأموال المستحقة لنا على الطرف الآخر والتي نطالب باستعادتها كاملة، ولا زالت التدخلات الدولية مستمرة حول هذا الموضوع. وشكرا. في السودان تتواصل المعارك بين الجيش والدعم السريع في العاصمة الخرطوم، وأفاد مراسل العربية بسماع دوي انفجارات عنيفة نتيجة قصف مدفعي تجاه تمركزات الدعم السريع باتجاه أحياء شرق المدينة ومنطقة شرق النيل، مشيرا إلى أن القصف المدفعي امتد إلى وسط أمدرمان وشمال مدينة بحري في وقت حلقت طائرات المقاتلة تابعة للجيش في سماء أمدرمان. ومعنا مشاهدينا من الخرطوم المقداد حسن مراسل العربية. أهلا وسهلا بك مقداد. يعني مقداد، كيف هو الوضع الآن في كل من أمدرمان وأيضا الخرطوم وبحري؟ كيف تجري المواجهات بين كل من الجيش والدعم السريع؟ نعم، بالفعل المواجهات بين الجيش والدعم السريع مستمرة، وإن كانت بوتيرة واحدة بالقصف المدفعي المتبادل بين الطرفين، وكذلك الطائرات الحربية المقاتلة التي يستخدمها الجيش السوداني والمضادات الأرضية التابعة للدعم السريع التي عادة ما ترد عندما تحلق طائرة في مناطق تمركزها. صباح هذا اليوم رصدنا أصوات انفجارات مدفعية ثقيلة من قبل الجيش السوداني أطلقها من قاعدة كرل العسكرية باتجاه تمركزات ومناطق الدعم السريع، خاصة هنا في أحياء شرق الخرطوم، أحياء المنشية ومنطقة كذلك شرق النيل، ودوت انفجارات عنيفة جراء هذه العمليات العسكرية. أيضا في شمال مدينة بحري حيث تتمركز قوات الدعم السريع أطلقت قوات الجيش السوداني عدد من القذائف المدفعية صوب هذه التمركزات، وكذلك في وسط مدينة أمدرمان المنطقة النشطة عسكريا، وكذلك في غرب مدينة أمدرمان. أما منطقة سلاح المهندسين الواقعة جنوبا وهي أيضا من المناطق المشتعلة والتي كانت حتى عصر الأمس كانت يعني تعيش على وقع أصوات مدفعية ثقيلة وقذائف متبادلة بين الجيش السوداني والدعم السريع، إلا أنها صباحا عاد إليها الهدوء الحذر حسب ما يعني علمنا من المصادر الموجودة في تلك المنطقة والتي يعاني فيها المواطنون جراء استمرار هذه العمليات من أوضاع إنسانية بالغة التعقيد. وكذلك علمنا أن الأسر ومن تبقى من سكان في هذه المنطقة ما زالوا ينزحون أو يتحركون من هذه المنطقة إلى مناطق أكثر أمنا. أما منطقة وسط العاصمة وهي المنطقة التي خلفي مباشرة فهي تشهد هدوءا نسبيا ولم نرصد فيها أي عمليات عسكرية، وهي من المناطق الاستراتيجية بالنسبة للعاصمة الخرطوم حيث بها القصر الرئاسي وكذلك بها الوزارات السيادية وبها كذلك القيادة العامة للجيش السوداني ومنطقة المجرن. هذه المنطقة كانت مشتعلة في الأسابيع الماضية لكنها تشهد هدوءا نسبيا، أحيانا تتجدد فيها المعارك بالمدفعية الثقيلة وكذلك الطائرات المقاتلة التابعة للجيش السوداني بينما ترد فيها مدفعية الدعم السريع. جنوبا حيث مناطق تمركز الدعم السريع أيضا هنالك هدوء نسبي، لكن رصدنا عددا قليلا من تصاعد أعمدة الدخان بعد أصوات مدفعية ثقيلة أطلقتها قوات الجيش السوداني. نعم، نشكرك، كنت معنا من الخرطوم المقداد حسن مراسل العربية، شكرا جزيلا لك.
دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد دبيبة إلى صياغة دستور دائم للبلاد بالتوازي مع إجراء الانتخابات المرتقبة، مشددا على ضرورة وحدة البلاد واستقرارها ودعم الجهود الوطنية لإجراء الانتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة على حد قوله. أكد الجيش الصيني أن سفينة حربية أمريكية دخلت بشكل غير قانوني المياه المتاخمة لجزيرة سيكن توماس شول المرجانية المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي. وقال متحدث باسم قيادة مسرح العمليات الجنوبية في الصين في بيان قال إن الولايات المتحدة تقوض بشكل خطير السلام والاستقرار الإقليميين. وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة تثير التوتر عمدا في بحر الصين الجنوبي وتنتهك سيادة الصين بشكل خطير. أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا على ضرورة استقرار مضيق تايوان، مشيرة إلى استمرار تواصل فرنسا مع الصين بهذا الشأن. يجب أن يسود الهدوء والاستقرار في مضيق تايوان، ومن المؤكد أن العالم لا يحتاج إلى أزمة جديدة، ولهذه الأسباب سنواصل التواصل مع الصين بشكل بناء. فرنسا ملتزمة تماما بسياسة الصين الواحدة التي مضى عليها 60 عاما، وليس هناك أي غموض على الإطلاق بشأن سياسة الصين الواحدة. أكد رئيس جمهورية غويانا عرفان علي أن الخلاف مع فنزويلا لا يعني إغلاق الحدود معها. يأتي ذلك بعد أن أجرت السلطات في فنزويلا استفتاء من طرف واحد على ضم منطقة إسيكوبيو كويبو الغنية بالنفط والتي تخضع لإدارة غويانا. مادورو يتخذ طريقا يتجاهل النظام الدولي ويتجاهل محكمة العدل الدولية ويتجاهل المبادئ الدولية للعدالة والكرامة والشرف. هذا الجدل لا يغلق حدودنا مع فنزويلا، وأنا أتحدث إليكم الآن أضمن لكم أن هناك مجتمعات على طول الحدود تتبادل الغذاء وتقدم الخدمات وتتبادل التجارة. قتل 11 شخصا على الأقل بعد ثوران بركان غربي أندونيسيا. وقال رئيس وكالة البحث والإنقاذ إن 26 شخصا عالقون ولم يتم إجلاؤهم. هذا وفرضت السلطات المحلية منطقة محظورة حول منطقة بركان ميرابي الواقع في جزيرة سومطرة بعد وضعه في ثالث أعلى مستوى تأهب. تجاوز سعر العملة المشفرة البيتكوين حاجز $40,000 في عودة قوية لتصل إلى مستوى لم تتجاوزه منذ مايو من العام الماضي. وأشارت وكالة بلومبرغ الأمريكية إلى أن العملة ارتفعت بقيمة 2.9% بنسبة ارتفاع في العام الحالي تصل إلى 146%، موضحة أن هذا الارتفاع يعود إلى تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية. مشاهدينا، بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الجيش الإسرائيلي يقول إنه دمر بنية تحتية لحماس داخل مدارس شمالي غزة ويشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية. مسؤول بالبيت الأبيض يقول إن واشنطن تسعى إلى إعادة إسرائيل وحماس إلى طاولة المفاوضات. إلى اللقاء. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.